موهبتين من المواهب اللي لفتت الأنظار بقوة في خلال الموسم ده تحديدا، وحتى مع نتائج جيدة أو نتائج متعثرة كانت العيون دايما بتلقط، سواء على مستوى الدفاع أو على مستوى الشكل أو الشق الهجومي لفريق سموحة. والكلام هنا على أحمد حكم نجم فريق سموحة ومحمد عصام نجم فريق في سموحة السكندري. كابتن حكم، اهلا بيك، منورني. اهلا بيك يا كابتن هاني، ومبسوط ان مع حضرتك النهارده. اخبارك ايه؟ الحمد لله. كله كويس؟ كويس الحمد لله. منور الدنيا كابتن عصام. نور يا كابتن هاني، وانا مبسوط إيه؟ طبعا ان مع حضرتك، يعني احنا مبسوطين اكتر بوجودك، ويعني جايه لك رسائل تحيه كتير قوي ان الجماهير كلها بعتت لي على انستجرام، خلي بالك من عصام، خلي بالك من عصام. حبيبي كابتن هاني. مشاكس شويه. ايه؟ مشاكس. مشاكس شويه. ده بيبان شويه جوه ارض الملعب على فكره. طبعا. هو يعني مع انه واضح انه هادي كده، بس هو واضح انه مشاك بيعرف امتى يبقى مشاكس. ايوه صح؟ طبعا. صح؟ الملعب بيبقى عايز خصوصا الهجوم، يعني ايوه عايز واحد مشاكس طبعا، لانك كمان بتواجه مدافعين طبعا بيعرفوا يضايقوك. احنا اصلا في مصر المدافعين بيبقى انت نازل الملعب واخد تعليمات، يقول لك حاول تخرجه بره الماتش. الحاجات دي مش موجوده في اوروبا. بياخد تعليمات ازاي يضايقك اكتر من ازاي يلعب عليك. يلعب عليك طبعا. اه خبطه بتاع يشتمك طبعا. بتحصل موضوع الشتيمه دي؟ طبعا. طبعا فنسال المدافع نفسه بقى، اكيد انت بتعملها على الجانب. والمهاجمين بيعملوها كتير. كتير. بتتعامل معاها ازاي المواقف اللي زي دي؟ ساعات لو النتيجه في صالحنا ما بمشي وما بردش عادي. يعني عادي، اكيد ما حصلش حاجه. لكن لو بقى خسرانين وكده ترد. برد. ممكن انت اللي تبدا كمان. ممكن. مع كهربا والجزيري كذا مره. حصل خناقات بينك وبين اللعيبه دي. ايه اللي حصل بينك وبين كهربا؟ يعني تنشنه كده في الملعب بالراحه كده. ده الماتش اللي اتصبت فيه في الاخر بسبب خبطه الشناوي. هتكلم معاك عن القصه دي، لكن عايز ابدا معاكم الاول كده بنظره على الموسم كله. هبدا بيك انت يا عصام. انتوا بتقيموا الموسم يعني ككل بايه؟ انه موسم بتشوفوه انه حلو، ولا موسم بتشوفوه انه كان ممكن يبقى فيه احسن؟ هو طبعا الناس كلها شافت سموحه اخر اربع خمس سنين في مركز خامس رابع، بتلعب افريقيا، بتلعب كونفدراليه. فطبعا الناس ما تعودتش ان سموحه يتحط في خانه ان هو يصارع على الهبوط. فالناس مش مستوعبه ايه اللي بيحصل طول عمره، سموحه رابع خامس بيلعب افريقيا. فكابتن طارق في اول السنه، سموحه طول عمره بيعتمد او عنده لعيبه جامده. بيزود اعارات من الاهلي، اعارات من الزمالك. مزبوط. فكابتن طارق جه لغى فكره انه يجيب اعارات. ما رضاش يجيب اعارات من الاهلي او الزمالك، قال لك انا هجيب لعيبه صغيره اعتمد عليها. فجاب لعيبه اكتريتها من الممتاز به. مظبوط. وجاب لعيبه افريقيا من تحت الممتاز كمان به. انا جابني بالثالثه من درجة تالتة على فكرة. محمد عصام منضم من لافيينا إلى سموحة. احكي لي حصلت ازاي دي؟ احنا كنت مع لافيينا في معسكر. في الأكاديمية البحرية في اسكندرية. وجالي عروض، كنت جاي للمصري، كان جاي للإسماعيلي.
وهم كابتن وائل شاطر في البيزنس في الكوره يعني. ومستر محمود الاسيوطي يعني، كابتن وائل طبعا لافيانا والحبيب. فمش عايزين يمشوني، وانا حلمي طبعا ان انا العب دوري ممتاز. فيوم عن يوم مش عايز، فرحت انا واخد الشنطه وماشي من المعسكر من غير ما هم يعرفوا. بص احمد حكم بابا بيبص لي بصه مش قلت لك. فكلموني ما ينفعش ان انت بتعمله وكده ودي مش كده، انت مش محترف وكده. قلت لهم ده حلمي وانا بقالي سنتين معاكم، خلاص لازم العب دوري ممتاز ده عشان السن بيكبر. فقالوا لي ماشي خلاص. فلقيت الوكيل بتاعي، انا الوكيل بتاعي بركه الفيومي وعمر سعد. ايوه. كلمه كان مدير التعاقدات في سموحه ساعتها عمرو اسماعيل. ايوه. كلموه قالوا له محمد عصام لافين هيبيعه خلاص وكده. فاشتروني يعني، خلصنا كل حاجه ما فيش في يومين تقريبا. واشتروني وبقيت في سموحه يعني. وبقيت في سموحه. هكلمك عن موسمك مع سموحه، لكن بعد ما اقول لحكم حكم موسم انت كمان لفت فيه الانظار بقوه السنه دي تحديدا. لكن هتكلم معاك عن اللي قاله عصام. احنا قبل ما نبدا قلت لي لعيب كبير قوي وهيبقى من اهم الاجنحه في الدوري المصري. دي حقيقه. لو الشخصيه شويه، لو العقليه صح ظبطت. بمعنى ايه؟ لان انت لان عصام على فكره انا ليه بقول ده؟ لان عصام اتفق معاه، لقيته بيقول لي ايه اللي انت شايفه ممكن في موهبه وفي نفس الوقت شايف ان هو هيتظبط في السنوات اللي جايه. يعني ممكن عشان النقله اللي هو من القسم الثالث للدوري الممتاز. فالدنيا بتفرق شويه يعني تحت. الدنيا انت عارف حضرتك عارف الدنيا تحت صعبه جدا طبعا، الملاعب والاجواء صعبه جدا. فممكن عشان كده. لكن هو في الكوره هو من اهم اللعيبه في مصر دلوقتي، من اهم اللعيبه في مصر. انت نفسك وانت بتبدا رحله حلم بتحققه يا عصام، شايفه اول سنه وانت بتبدا في مشوار الحلم ده شايفها ازاي؟ او اول ما بدات طبعا نقله، انا كنت من الثالثه للدوري الممتاز. فدايما لسه ما استوعبتش، حاسس ان انا في حلم. حتى ما كنت، لو قلت لك انا ازاي بدات اول ماتش، كنت كابتن طارق بدا بالتشكيله وانا كنت بلعب مكان حسين فيصل. كان ماتش الزمالك، كان ماتش البنك الاهلي. البنك الاهلي ما بداتش انت هو ماتش كان كان قاعد احتياطي. وقبل ما الماتش يبدا بدقيقتين حسين اتصاب في التسخين. حسين اتصاب تمام، وانا كابتن طارق كان بيحبني وراح قال لي عصام اجهز عشان هتبدا الماتش. ده اللي خلص 1-1. اللي خلص 1-1. طبعا هبدا، كنت متوتر جدا وقلقان يعني. فحكم يعني جه قال لي عادي العب الدوري الممتاز بس في اول 5 دقائق 6 دقائق بعد كده هتلاقي خدت الثقه ولعبت وبتاع. وفعلا يعني الحمد لله عملت من احسن ماتشاتي في الدوري. اول ماتش ليا وفكت الدنيا بعد كده الحمد لله. 27 ماتش ما شاء الله الموسم ده محمد عصام، خلالهم سجل 3 اجوال وصنع 3 اجوال. حكم انت كواحد من اللعيبه الثقيله في الموسم ده، برضو قوام اساسي 30 مباراه تقريبا لعبهم الموسم ده في الدوري، انت بتقيم موسم سموحه ازاي؟ مركز عاشر، فارق 5 نقاط عن المركز الخامس، لكن البقاء نفسه برضو حصل في اواخر الموسم. الموسم ده بتصفه بايه؟ هو زي ما عصام قال لحضرتك يا كابتن، احنا بدانا الموسم عندنا 10 لعيبه والقوام الاساسي مشوا. كلهم مشوا. وكان كمان رحيل الكابتن احمد سامي، كان الفرقه متاثره شويه. رحيل الكابتن احمد سامي بدايه الموسم. مظبوط. ومع نهايه الموسم كان كابتن بسيوني مشي. فلما جه كابتن طارق العشري عمل فرقه جديده خالص. النتائج ما مشيتش في الاول معانا. بس لما جه الكابتن احمد سامي تاني النتائج بدات تتظبط شويه. بقول لحضرتك لو في 3 ماتشات كمان كنا فنشنا فوق يعني خامس سادس الدوري. فعلا. لكن نادي سموحه طول عمره يعني، انا جيت من الدرجه الثانيه ولعبت منتخب السويس الموسم اللي فات كله. لعبت كل الماتشات، احنا مفنشين 5 الدوري مع الكابتن احمد. فهو نادي سموحه اول سنه يتحط في الموقف ده، حتى يعني اللعيبه الخبرات في النادي يعني كابتن هاني سليمان. وطبعا بوجه له التحيه، ده اقرب واحد ليا. فهو على طول بيلمنا وبيتكلم ان الفرقه دي على طول بتلعب افريقيا وكده. وكلامه مؤثر مع اللعيبه في اوضه اللبس يعني. على طول. فدايما كانت اللعيبه بتتكلم مع بعض، كابتن حسام وكابتن جمال، كل اللعيبه بتتكلم. اللعيبه القديمه هي اللي تشيل. مش اللعيبه اللي هي لسه جايه وكده. فالحمد لله خرجنا يعني، كنا في موقف صعب وخرجنا. الحمد لله. مظبوط. انت
يعني ليك شخصيه جوه ارض الملعب، مش بس ستايل، كمان في شخصيه. ده اكتسبته ازاي وازاي عرفت تترجمه مع فريق زي سموحه مشارك في افريقيا، ودايما الناس بتبص له بصه الفريق اللي هو خطر، الفريق اللي هو مش سهل ان احنا نكسبه، او الفريق اللي ممكن يهدد اي منافس؟ والله يا كابتن، اهم حاجه عند اللعيب بتبقى الثقه. لو ما فيش ثقه مش هتعرف تلعب خالص. فأهم حاجه الثقه. يعني انا من وانا عندي 16 سنه بلعب فريق اول، حتى لو في الدرجات اللي تحت، بس بلعب فريق اول، ما بلعبش ناشئين خالص. فلما جيت والكابتن احمد سامي اتكلم معايا، يعني انا جيت من الممتاز به، واول ماتش ليا كان الزمالك، وكسبنا الزمالك 2-0 في برج العرب. ومن بعدها لعبت كل الماتشات مظبوط، فخلاص بقى في ثقه، وسنه عن سنه بتفرق مع اللعيب يعني في الدوري الممتاز. لكن يعني الفروقات مش بعيده قوي. ايوه، كلمه الفروقات مش بعيده دي هسالها لك انت برضه، وهاخدها من حكم واجي لك، لانه دايما في، عارف، مقارنات كده بتتقال. في ناس تقول لك لا، اللعيبه مختلفه ومحتاجه لها مدرب هو اللي يعمل الفرق ما بين لعيب ولعيب، وفي ناس تقول لك لا، اللعيبه كلها زي بعض في الدوري. انت كواحد لسه داخل الدوري الممتاز السنه دي بعد سنوات في الدرجات الادنى، شايف انه اللعيبه فعلا كلها شبه بعض ولا في اختلافات؟ اكتر دوري ينطبق عليه كلمه اللعيبه كلها شبه بعض هو الدوري المصري. فعلا؟ فعلا. انا لما جيت من الثالثه اما لعبت عادي عادي جدا. حتى في لعيبه في الاهلي والزمالك عاديين برضو. يعني اتفرجت، كنت بحسب لعيبه سوبر عادي، يعني اللي بيعملوه اي حد يعمله. باستثناء ثلاث اربع لعيبه مختلفين بصراحه. مين اكتر لعيبه بتحس انهم مختلفين في الدوري؟ يعني اكتر واحد حسيته عبد الله السعيد. مين؟ زيزو. زيزو مختلف عن الدوري خالص. مختلف عن الدوري خالص. ايه اختلافه حكم؟ كل حاجه، الريتم بتاع زيزو، حتى السرعه والقوه، كل حاجه. هو مختلف عن الدوري بصراحه. وانت متفق مع طبعًا ده؟ طبعًا. وليك اختيارات صعب تاني. جدا ان لعيب يشيل فرقه بحجم الزمالك. الزمالك انت اصلا يعني الجون، لعيب يعني الجون يشيل، ما بالك واحد بيشيل الفرقه. زيزو طبعا فلعيب سوبر طبعا. وزيزو انت لو اتفرجت على الماتشات كلها، جون اسيست، جونين اسيست. حتى وهو الزمالك في أسوأ مواسمه ممكن تصفه كده من سنين، يعني شخصيه تحول. هو تحول لقائد. كان جاي مغمور، بقى تحول بقى هو قائد كمان. عبد الله السعيد طبعا. يعني وانت محمد عبد الله. في الاهلي طبعا السنه دي حسين الشحات. حسين انت لو اتفرجت على حسين اخر ثلاث يعني موسمين، من ساعه ما جه ما اقنعش مزبوط. وكان السنه دي بدايته اصلا كان بره السكور. يعني كان في لعيبه كان معانا جايين من الاهلي بيحكوا لنا مواقف عن كولر وحسين مش طبيعيه. يعني كان بيطلعوا بره التقسيمه بتاعت التمرين. طبعا بدايه الموسم. اللي جايين لكم من الاهلي دول اللي هو كان مثلا حسام حسن او مصطفى سعد ميسي. مش كده؟ فان الواحد برضو يعرف يعدي المرحله دي ويعرف يبقى من اهم لعيبه الفريق في نفس الموسم. بالظبط. دي محتاجه لها برضو دماغ. صح؟ هو انفجر. انفجر صح. عمل الموسم اللي بعد كده ممتاز. حكم، فكرة اللعيبة اللي شبه بعض دي، انت ازاي بقى بتتعامل كمدافع بيشوف كل انماط الهجوم، سواء المهاجم الصريح او الاجنحة اللي ضم عليك او اللعيبة اللي داخلة من العمق؟ ازاي بيتم التعامل مع اللعيبة في وانت مدافع لفريق عنده طموحات لكن ما مرش باحسن موسم من المواسم السنة دي؟ يا كابتن، ممكن كل ده من التمرين. يعني في التمرين مثلا، يعني السنة اللي فاتت كان مروان حمدي معانا. فهلعب على ايه اصعب من كده؟ فاهم وجهة نظري؟ السنة دي برضو كابتن حسام حسن معانا. فبيبقى يعني التمرين. التمرين هو اللي بعمله في التمرين بعمله في الماتش. سواء اهلي زمالك اي فريق في الدوري. كل اللعيبة لعيبة محترمة. فهو التمرين هو كل حاجة. تغيير المدربين خلال الموسم اتعاملتوا معاه ازاي؟ لانه طبعا كانت قصة الكابتن طارق العشري دي قصة عاملة جدل إعلامي كبير. المدرب ورئيس النادي كل واحد بيتكلم في الإعلام، إزاي تعاملتوا معاها وإزاي التأثير حصل لما الكابتن أحمد سامي جه مكان الكابتن طارق؟ كابتن أحمد سامي مش غريب علينا طبعا. فهو اللعيبة كلها القديمة عارفة إن الكابتن أحمد سامي واشتغلوا معاه 3 4 سنين. والباشمهندس كمان كان بيحاول، يعني إحنا كنا في موقف صعب. إحنا ماتش المحلة اللي إحنا كسبناه 2-0، لو احنا خسرنا كنا احنا هنبقى مكان المحله دلوقتي. ف الباشمهندس فرج دعم الفرقه بصراحه في شهر واحد، وجاب لنا حسام وجاب لنا ميسي وجاب لنا زياد طارق.
فالفرقه بقى فيها ناس تشيل يعني. ايوه. فطلعنا من الموقف ده، والكابتن دايما كان بيتكلم معانا ان انت لو فنشت السنه دي فوق، السنه الجايه تقدر تفنش في المربع. لو فنشت تحت مش هتعرف تعمل حاجه السنه الجايه. لان كل الفرق حتى اللي صعدت يعني فيها فلوس بتدعم. الدعم جامد. فبصراحة هو الكابتن بيتكلم معانا ان احنا كان لازم نفنش فوق. يعني احنا اخر ماتشين كسبنا نقلونا نقلة يعني كويسة، تاسع الدوري او عاشر الدوري. ايوه صح، مخلصين عاشر في الاخر. والباشمهندس برضو بصراحة على طول في دعم منه يعني في كل حاجة، ماديا كل حاجة بصراحة. مش مؤثر معانا في حاجة. هو عاشق للنادي يعني، هو من كميته ماشية مع سموحة. هو بيته نادي سموحة. هو بيته. عصام، بعد أول سنة الواحد بيبقى خلاص خدع الجو زي ما أنت بتقول، باصص لإيه بقى السنة اللي جاية؟ السنة الجاية طبعا. كام سنة؟ أنا 26. 26. السنة الجاية طبعا شفت كل حاجة في أول سنة، شفت مميزات إيه وعيوب إيه. طبعا يعني السنة دي إن شاء الله هتبقى انفجاري في الدوري الممتاز. انفجارك في الدوري الممتاز. إيه المميزات اللي شفتها وإيه العيوب اللي هتشتغل عليها أو عرفت إن أنت إزاي تتعامل معاها في الدوري؟ الدوري الممتاز اكتر حاجه الواحد بيبقى عايزها في الدوري الممتاز الريتم بتاعه بقى سريع. بدني يعني. يبقى واقف على رجله. وانا كنت في ممكن ببقى في الموسم مهمل في الحوار البدني ده. كنت بعتمد على موهبه اكتر يعني. تمام، مفهوم. ان انا مهاري وكده. مهاري وكده. صح. بس السنه الجايه اشتغل على البدن اكتر يعني، لان في الدوري الممتاز فعلا الريتم سريع يعني. احنا عندنا في الدوري المصري في ريتم. وفي كوره حلوه. صح. وكدا. يعني ريتمنا لو اللاعب ريتمه مش سريع مش هيعرف يتطور جامد. ايوه صح. فاحنا فعلا الدوري الممتاز ريتمه سريع جدا. متفائل بانفجار عصام، ان وصفها بالانفجار. ايوه ان شاء الله متفائل. هو لعيب كبير وعنده احسن من كده يعني. والكابتن كمان يعني كابتن احمد سامي بيحب عصام جدا. فهو واضح لانه بدليل مشاركاته المنتظمه يعني. اول ما كابتن مر علينا يعني، انا من ساعه ما لعبت دوري ممتاز اتمرنت مع اربع مدربين بصراحه. يعني الكابتن احمد سامي الريتم بتاعه سريع، مش أيوة اي لعيب يقدر يتمرن معاه. فهو مدرب طموح قوي كمان يعني، دايما باصص على ان انا لا انا ممكن اخد البطوله يعني. مش اي لعيب ممكن يعني، هو ممكن يزعق لك في التمرين وتبقى مش عارف مثلا خلاص توترت وكده، لكن في الماتش هو حاجه ثانيه. وفي التمرين كمان اصعب من الماتش مع الكابتن. تمرين ريتم الكابتن سريع جدا. اوكي تمام. زي اوروبا بالظبط. زي اوروبا. هل انت السنه الجايه هتشوف انفجار عصام وانت معاه في سموحه كزميل ولا كمنافس؟ يعني تقريبا كل يومين بيجي لي خبر من زمايلي، مش عارف نادي ايه عايز حكم، نادي ايه يفاوض حكم، نادي ايه يقترب من ضم حكم. فين حكم السنه الجايه؟ حكم في سموحة. في سموحة حتى الآن. طيب فعلا جات لك عروض الفترة دي؟ طبعا أكيد يعني، أي لعيب في الدوري ماشي بشكل كويس بيجي له عروض. وفي عروض، بس أنا بصراحة يعني بركز في الملعب أكتر. تمام. وكل حاجة مع الوكيل بتاعي كابتن أنور شلوفة، هو كل حاجة معاه وباشمهندس فرج يعني. أنا مش مستعجل، لسه 24 سنة فمش مستعجل. وبعدين بقيت من كباتن الفرقة. مظبوط. مش مستعجل على حاجة يعني. أنت أشول. مساك اشول. الجمله دي انا سمعتها من اوسوريو مدرب الزمالك، قال انه نفسه في مساك اشول. الزمالك كلمه. عندنا ازمه في مصر في السنه إيه؟ باكات الشو. حقيقي قليل، مش كتير المساكين اللي بيلعبوا برجلهم الشمال. اكترتهم في سموحه، مغرب وحكم. صح صح. الاثنين لعبوا جنب بعض ودي صعبه جدا. صعبه. الاثنين شو لعبوا جنب بعض. ليه صعبة. بقى؟ انا عدله الملعب مساك واحد يمين واحد شمال، هو حكم يقول لك طبعا. فاهم. بس احنا هو مغربي بيتكلموا مع بعض. مغربي راجل بالمناسبه، راجل لعيب راجل قوي يعني. مغربي حقيقي جدا. جدا جدا صح جدا. بس ف الكابتن بقى لنا 10 ماتشات بلعب انا هو احنا الاثنين شول، فتعودنا بقى خلاص. ايوه اقول لك الدوري فيه مساكين بيلعبوا بشمالهم مين؟ في محمد حامد وسيف الخشاب في ام بي، في مودي وياسين مرعب فاركو، في سموحه انت ومغربي، في المقاولين لؤي وائل، في الاتحاد السيد سالم، في الاهلي دلوقتي، في البنك الاهلي دلوقتي ايمن اشرف، خالد صبحي في سيراميكا كليوباترا اللي كان بيلعب في الاتحاد، طلع الجيش احمد ايمن منصور، في الداخليه كمال ابو الفتوح، اسوان احمد دحروج، مصطفى العش في المحله، خالد سامي في الحرس، مفيش في الاهلي ولا في الزمالك ولا في بيراميدز ولا في فيوتشر ولا في المصري ولا في الاسماعيلي لعيبه بيلعبوا مساكين برجليهم الشمال. الزمالك كلمك؟ هرجع للسؤال نفسه. والله انا ما اعرف اي حاجه.
والله انا بشتغل بس ويعني على طول، بالذات يعني دي يعني شهاده انا بقولها على طول في اي لقاء بخرج فيه، ان كابتن احمد سامي هو اللي فضل كبير عليا، هو اللي جابني من الدرجه الثانيه، ايوه هو اللي فضل كبير. فانا بصراحه بسمع يعني كلامه في اي قرار بيقوله لي، ما بحبش، ممكن انا صغير ممكن اخد قرار يبقى يخلص عليا ينجح، ايوه فانا بقى يعني بحب استشير الناس اللي اكبر مني او كده. فان شاء الله مع سموحه، لو الباشمهندس فرج شايف ان حكم ممكن يمشي السنه دي، تمام انا ما عنديش مشكله، مفهوم. لو انا موجود موجود خلاص. طيب جبت سيرة زميلك ورفيقك في خط الدفاع الأشول الثاني، فتعال نسلم عليه. محمد مغربي نجم سموحة، أهلا بيك منور الدنيا. كابتن هاني عامل ايه الاخبار؟ أخبارك إيه؟ كله تمام ده الحمد نايم لله. نايم نايم ولا عندك برد؟ لا لسه كنت هنام بقى في اجازه وكده، بس يعني اول ما عرفت طبعا ان كابتن حكم ملتزم موجود قوي، واعطاب ملتزم قوي. لازم ابقى معاه. ما هو حكم بيقول لي انك ملتزم قوي ما شاء الله. بقعد معاه في لا المعسكرات حبيبي وانا حكم بقول لك لعيب ايه؟ كبير بقعد يعني، معاه في المعسكرات ما شاء الله بينامك بدري ما شاء الله ملتزم. مضطرا. اتفضل. يا مغربي اهلا وسهلا بيك. ازاي يا كابتن؟ لا طبعا حكم وعصام يعني نبدا بحكم يعني لعيب كبير ما شاء الله عليه، يعني سيرد باك مدافع، لسه كنا بنتكلم دايما ان هو في الحمد لله تفاهم كويس بيننا، بنريح بعض. عصام مش محتاج اتكلم يعني، هداف مظبوط اخويا مظبوط هداف ولسه برضو حكم كان بيتكلم على موهبته ان هي هتبقى من اهم المواهب في الدوري السنوات اللي دي جايه. حقيقة والله، دايما بقول له لعيب كبير ما شاء الله يعني، ربنا يحفظه حبيبي يا مغربي ويزيده حبيبي. يعني، خلي بالك هو بيفرق بيتكلم على معانا عصام دلوقتي. لا عليا عليك الاثنين والله عليك يا الاثنين. عم ثلاثة بيبطل. بنحكي انه يعني هو حكم بيتكلم على التفاهم الكبير اللي بينك وبينه في خط الدفاع مغربي، وانه مش سهل. على الناحية التانية عصام بيقول انه اتنين شول يلعبوا في خط الدفاع، لكن في كيمياء كويسة قوي بينكم. كلمني عن الثنائية اللي جمعت بينكم الموسم ده. دي حقيقة يعني، دايما ما يعني ممكن تلاقي اتنين بيلعبوا برجليهم اليمين طبعا، واحد اشول واحد دايما، بس اتنين شول دي كانت جديدة. بس هو الحمد لله يعني كان في تفاهم كويس قوي برضو، بنكمل بعض دايما، بنساعد بعض، واهم حاجه ان هو يعني الروح كانت كويسه بيننا احنا الاثنين، قلبنا على بعض، فدايما بنغطي ظهر بعض، دي كانت اللي هي بتشفع لاي حاجه تانية. والحمد لله يعني احكي لك النتائج موقف كابتن. انا ومغربي كنا لسه هنلعب جنب بعض، فالمفروض انا سنا انا اكبر من مغربي، فكان الكابتن عايز يخليني انا ناحيه اليمين وهو ناحيه الشمال تمام. على عدلته. هو كان بيتخانق مع كابتن يقول له لا انا بلعب برجلي اليمين، خلي حكم مكانه وانا والله يعني اللي هو بيشيل، هو عايز يريحني، عايز يريحك. الاصعب اللي هو مغرب اختار والله. لا هي يعني هو موضوع مش كده يعني، هو موضوع في الاول وفي الاخر انه مهم ان الفرقه تبقى مصلحه الفرقه. فهو يعني طالما احنا قادرين نعمل حاجه خلاص نشيل بعض في الملعب، دي اهم حاجه، ودي الحمد لله الروح اللي فرقت معانا في اخر الماتشات اللي فاتت. هو راجل جدا، راجل ان شاء الله يرجع الاهلي تاني ان شاء الله. وده كان سؤالي اللي جاي، لكن انا عايز اقول لك ان الكل فعلا بيتكلم على، يمكن انا ما قابلتش مغربي قبل كده بس بشوفه كلعيب يعني، بس الكل بيتكلم على انه شخصيه لعيب كبيره، شخصيه كبيره، ويمكن وقت كاس العالم للانديه كمان الاعتماد عليك. مغربي مغربي انت راجع الاهلي، انتهت تجربه الاعاره مش كده؟ لا 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 ما ان شاء الله لسه، ما يعني ما في حاجه انتهت لسه، ان شاء الله اكمل زي ما انا مع زمايلي ان شاء الله في سموحه، مع كابتن احمد سيد باشمهندس فرج. لسه يعني ما تبلغتش بحاجه، بس يعني لا ان شاء الله لسه انا مكمل، لسه انا عقدي سنه ونص مع سموحه، فان شاء الله اكمل التجربه لحد الاخر. هو القرار قرارك انت صح؟ طبعا القرار في بتاع النادي الاهلي في الاول وفي الاخر، بس يعني لحد دلوقتي انا بتكلم فيه ان انا ما بلغتش بحاجه. تمام مفهوم مفهوم. نايس. السنه اللي جايه، الموسم اللي جاي مظبوط. مظبوط. بس واضح ان حكم زهق منك، بيقول لك ان شاء الله ترجع الاهلي. لا هو عارف، هو عارف. لا ده احنا متفقين ان احنا الموسم الجاي مع بعض. هو عارف. عارف وانا كمان عارف. انت شفت ازاي تجربتك الموسم ده مغربي، سواء انك لعبت مساك او لعبت احيانا باك ليفت يعني في الماتشات؟ الحمد لله يعني كان يعني انا شايفها تجربه كويسه. يعني في الاول طبعا كان احنا برضو حصل تغييرات كتير في شهر واحد، اول ما الباشمهندس فرج كان
جه وكابتن احمد ثاني جه. ففي الاول كنا محتاجين وقت ان هو يحصل تفاهم، بس يعني لما حصل انسجام في اخر الماتشات الحمد لله عملنا نتائج كويسه جدا. قدرنا في الدور الثاني نجمع نقط كويسه. حصل يعني في اخر، بالذات في اخر الماتشات حصل يعني كان اداء بيتطور كل ماتش عن اللي قبله. فالحمد لله لا بالعكس شايف ان التجربه كانت كويسه جدا، وبعد ما حصل الانسجام ده السنه الجايه كمان الموسم الجاي هيبقى فيه تطور اكتر في ان شاء الله وهيرجع لمكانته الطبيعيه ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يوفقك مغربي، وانت نورتنا وشرفتنا. عايز تقول له حاجه عصام او حكم قبل ما نقفل؟ حبيبي يا غربه. حبيبي يا حكم نورتنا يا غربه. حبيبي نشوفك على خير ان شاء الله، وان شاء الله الموسم اللي جاي كمان فرقوا معانا يا كابتن لما راح المنتخب الاولمبي بصراحه. هو وميسي فرقوا مع الفرق. صح فرقوا غيابهم عليكم أثر في الفرق. لانهم كانوا بيلعبوا بشكل اساسي. فلما مشيوا وكان في اصابات كتير، حسام حسن اتصاب قعد شهر، فكان في خلل في الحته اللي قدام دي. صح صح. ويمكن حتى ميسي اول ما رجع الماتش اللي بعده على طول هو اللي جاب الجول، هو خد احسن لاعب في المباراه هو اللي جاب الجول. بالظبط بالظبط صح. انت حكم الاول، بس في رساله مبعوثه لكم على الهواء من سيد غديري لاعب الزمالك، بيقول لي اللي معاك دولت حبايبي حبايبي قوي، وكاتب خمسه واو، فبيسلم عليكم. هيبقى احسن ديفندر في مصر يعني. هيبقى احسن ديفندر، ما ظهرش خالص مع الزمالك. لعيب كويس قوي، هو صغير يا كابتن. ده 2004 مظبوط، صغير في السن. هو السوشيال ميديا واخده منه شويه بجد، تتاخد عليه يعني. بس هو ما هو مركز من اكتر اللعيبه في مصر بتتمرن. انا باخد بالي ما شاء الله عليه. بس هو بقى منه على التيك توك والفيس، فدايما يقول لك مش مركز. ما ينفعش لعيب يلعب زمالك. صح صح. بس هو هيبقى احسن لعيب في مصر، هيبقى احسن ديفندر في مصر. طبعا انت ده رايك. لعيب كويس قوي، كان معانا في سموحه فتره الاعداد. مظبوط. بس هو مشى عشان تقريبا الكابتن كان طارق العشري كان هو اللي جايبه. كان هو قريب كابتن قريب. فمشى يعني بسبب كده. قصه كده. قصه كده. ايه القصه؟ يعني ان الكابتن قريبه وكده. لعيبه يعني اتكلمت كده فعلا. فمش طب يا سيد سيب التيك توك بقى، ما دام واخد من اسمك او مأثر، ابعد عن التيك توك، ابعد عن الفيسبوك، ابعد عن تويتر. هي الكوره هي حياتكم. وعلى الصور في مصر مش هينفع الكلام يعني. صح. لو في اوروبا عادي طبعا. اي لعيب في الاهلي والزمالك كل حاجه محسوبه عليه جدا طبعا، بره الملعب وجوه الملعب. او خلي حد يمسك لك الحاجات دي وانت يجي يصور لك وانت بتتمرن او وانت في الجيم وتنزل والحاجات دي تعمل. طب انا عايز اسالك انت حكم، انت كنت صاحب لقطات شهيره في الدوري السنه دي. لقطه زي لقطه مش الشناوي، لقطه لما اتطردت ورجعت تاني في ماتش حرس الحدود. لا مش الشناوي يا جماعه، ثواني ولا خلاص لو انتوا اخترتوا دي تمام. لقطه الشناوي، ايه اللي حصل في اللقطه دي؟ والله اللي حصل يا كابتن هاني، الكابتن احمد سامي عنده تكتيك في الضربه الركنيه. ان احنا كلنا بنقف قدام الجون. والكروس بتلعب في الجون. فانا طبعا كان كابتن الشناوي كل ما اقف قدامه يزقني. كل ما اقف كده، فانا راجع فهو جاي، رحت انا زقه. قام ضربني بالبوكس. خرجت ما كملتش الماتش. لا لا ما كملتش. ما كملتش. قلت له ايه او قابلك بعد الماتش؟ لا لا ما اتكلمناش خالص. ما حصلش اي نقاش. ما اتكلمناش خالص. زعلت؟ كابتن النادي الاهلي وكابتن منتخب مصر، ودي يعني دي بتبقى في الملعب وبره الملعب خلاص. مظبوط. كل واحد بيبقى عارف هو عمل ايه غلط وايه صح، فخلاص اي حاجه بتتنسي يعني. بس صح. عصام انت هل فعلا باهر المحمدي في ماتش الاسماعيلي جه قال لك احنا هناخدك هنضمك عايزينك في الاسماعيلي؟ حصل. كان كان في توقف في الماتش. وكان الفتره دي كنت انا بلعب ست ماتشات، كنت او كان كابتن احمد سامي جه وبقيت انا بلعب على طول، اجيب جون واعمل اسيست وكده. فطبعا انت لما بتيجي تلعب فرقه المدرب بتاعك طبعا بيجيب لك اخطر فوق اللعيبه وكده. فهو جه قال لي الفيديو بتاعنا بتاع سموحه يعني كان انت كنت اختر واحد في الفيديو، وكابتن حمزه ده في وسط توقف في الماتش. في الماتش. وكابتن حمزه اتكلم عليك وكده في شد حيلك، انت رقم 15 صح؟ قلت له ايوه. قال لي شد حيلك ده قبل الماتش ما يبدا. قبل لا ده والماتش شغال. امال 15 دي ما هو شافها من التيشيرت. ايوه. هو بيقول لي انت رقم 15. قلت له كان بينيمك. كان بينيمك صح؟ اصل انت عارف الحاجات دي تلاقيك بتعملها في المهاجمين. كان معروفة زمان كابتن جمال عبد الحميد بيعملها في المدافعين. في المدافعين. على فكرة عايزينك. يقول لك وقال لي كده بقى. بس انت فعلا عملت موسم كبير قوي، وفعلا
اكتر بكتير من المتوقع للاعب بيلعب اول موسم ليه، ودي حاجه فعلا لفتت الانظار. لقطه ماتش حرس الحدود بعد ما اللقطه واتحسب وبعديها الفار راح مرجع فكل حاجه رجعت فالطرد كمان اتلغى. لا كنت دخلت اوضه اللبس خلاص. دخلت ايه اللي حصل في المشهد كله من اول؟ هو المشهد يعني الكره اتلعبت طويله واحنا كلنا يعني الكره كان فيها شكل ليها اوف سايد، فانا برجع بظهري الملعب بتاع برج العرب بيبقى غرقان ميه فاتزحلقت، حتى لو انا قلت لو هي فاول الحكم مش هيطردني يعني غصب عني. لا ما عملتش فاول اصلا فقلت هيديني انذار، فلما لقيته جايب الكارت الاحمر انا سجدت وخرجت شكرا بس قلت الحمد لله وخرجت. بعدين لقيت المدير الاداري كابتن عادل محجوب ده فاكهه الفرقه ده فلقيته جاي لي الاوضه قال لي تعالى رايح فين انت هترجع تاني، ما كنتش مصدق بقى فرجعت تاني. في الدوري المصري عندنا كوميديا غريبه. كوميديا ايه اكتر لقطات كوميديه عشتها السنه دي في الدوري؟ هي اللقطه بتاعت الحكم دي طبعا وشين خلاص الفاول هيتلعب صح فجأة هو شاف الفار وطرد راجع الفار طلعت هو شاف الفار كان شاف الفار ساعتها صح شافه خلاص احنا وقفنا كتير مع اللقطة دي ساعتها شافه خلاص وهيلعب وحكم طبعا دخلت راح واقف راح راجع تاني ولغى الطرد. انت رحت شفت ايه في الفار؟ أرضيات الملعب بتضايقك كواحد مهاري بيحب الملاعب بتضايقك؟ في مصر الأرضيات في الصيف كويسة قوي، في الشتاء الشتاء بيجي ما تعرفش بقى تفرق النجيلة من التراب مفيش. في الصيف بتبقى جميلة جدا يعني لو ركزت في الدوري في الصيف سادة عالمية. في الشتاء بقى احنا لسه مش عاملين بنية تحتية كويسة في الشتاء بتبقى الدنيا صعبة بصراحة. الشتاء بتبقى الدنيا صعبة. دي بتبقى صعبة عليك كمدافع حكم؟ ايوه بتبقى صعبة ساعات بتبقى في كور انت مش متوقع يعني متوقع انت مقدر الكرة اللي هي تيجي هنا فجأة الكرة تقف او تجري بس هو يعني استاد القاهرة بصراحة كويس جدا وبرج العرب كويس جدا دول حقيقة. اكتر استادين صح الدفاع الجوي كمان من ملاعب الدفاع الجوي وحتى ارضيه ملعب استاد السلام برضو ارضيه كويسه والسلام ارضيه ملعب فيوتشر بيلعب في السلام ارضيه كويسه. انت جمهور الاهلي كان حصل بينكم حوار قبل كده؟ كنت كنا بنلعبهم في استاد السلام انا اصلا من حته اسمها الالج يعني جنب السلام تمام. فاصحابي كلهم جم اتفرجوا على الماتش فاحنا كنت متفق معاهم ان احنا هنروح بعد الماتش اوكي فنادولي فانا رحت على المدرج كنا تعادلنا 0-0 الاهلي كان في الاول ما كانش لسه باقي كانش ايوه كانش طلع الصعود الطلعه دي فبتفق بقى معاهم ان احنا هنمشي بقول لهم اروح اغير واجي فلقيت واحد بقى راح شاتمني والثلاثه شتموه وهو اتخانقوا حصل مشكله كبيره يعني ما بين صحابك اللي جايين يشجعوك وحبه من مشجعين الاهلي واتلمت الحمد لله وانا مشيت انت ما اتخذتش الامن الامن مشاني وحلوها يعني ده بيخلع اي حاجه بتحصل بيخلع على طول. حكم جبت جول حلو قوي انت قدام بيراميدز بالهيد كلمني عن الجول ده يعني واضح انه متفق عليه يعني كان شريف رضا هو بيلعب الكروس فبيلعبه قوي لما بتكون الكوره مش على عدلته يعني هو بيلعب برجله اليمين لو مش على عدلته بيلعبها قويه لبره فانا في كل الفاولات او الضربات الثابته يعني انا باجي من بعيد مظبوط فالكابتن ميكي قال لي لا كابتن ميكي بصراحه بوجه له التحيه هو والكابتن زيزو والكابتن صلاح امين فالكابتن ميكي قال لي انا عايزك انت تروح للكوره يا حكم تمام فالحمد لله ربنا وفقني وجبت وهو هيدر جامد جدا ميكي يعني قبلها ماتش برضو اللعيب طلع الكوره من الجون كل ماتش كنت بضيع يعني صح. فقال لي هتجيب بس انت روح للكوره فلما جبت الجون رحت له بقى رحت لكابتن ميكي صح. مين فريقك المفضل بره مصر؟ بره ليفربول. ليفربول ده من زمان مش ولا عشان صلاح؟ لا عشان صلاح. عشان صلاح وانت؟ برشلونه طبعا. برشلونه. ايه رايك في اللي بيقدمه صلاح؟ ممكن تقول ايه عليه؟ لا خلاص في حته ثانيه ده. محمد صلاح في حته ثانيه، كابتن محمد صلاح عمل يعني عمل كل حاجه. ما شاء الله. الطموح لاي حد دلوقتي يعني في اي لعبه حتى مش في الكوره بس. فكابتن محمد صلاح ربنا يحفظه يعني يا رب مصر. ويكرمكم جميعا باذن الله كلاعيبه كوره. مبابي لو راح الريال بيزود الصعوبات عليكم في برشلونه. طبعا صح؟ طبعا بس هو مش عارف هو عايز ايه اصلا دلوقتي عايز يروح الهلال ولا يروح الريال الدنيا صعبه معاه عشان بسبب عيلته يعني عيلته بيحب الفلوس كتير ما شاء الله. طيب مين احسن مدافع لعبت عليه السنه دي؟
احسن مدافع. احنا بنختم مين؟ محمد عمنا. عمنا عايز اقول لك محمد عمنا مختلف عمينة. مختلف ممكن من دوري مصر لعب ريال مدريد وبرشلونه. لعيب غريب. الكلمه دي مفيش حد ما قالهاش ان يلعب في اوروبا مستريح. صراحه كابتن بيعمل حركه في الملعب غريبه ما شفتهاش اصلا. بيسيب المهاجم يزق الكره ويبطئ ويروح يجيبه بيهزر في الملعب. بيهزر لدرجه تخوفك لو انت بتشجع الفريق اللي هو بيلعب فيه تبقى خايف يا ابني ما تعملش كده. هو فارق يا كابتن. هو فارق على الدوري المصري بصراحه. صح ما شاء الله عليه. ما شاء الله عليه. طيب نلعب لعبه سريعه مع بعض. بس الاول اسالك مين احسن مدافع في العالم من وجهه نظرك؟ فان دايك. فان دايك بحب. ما كانش احسن موسم الموسم ما كانش احسن بس انا بحب فان دايك بصراحه. طيب في المعسكرات وفي اوضه اللبس هقول لك لقب وانت تقول لي مين اللي لايق عليه الاسم ده. المشاكس في الفرقه بتاعتكم. المشاكس هي السنه دي عشان كان كلها تنشانه فواجهش. ممكن ابو بكر محمد اليادي افريقي. ابو بكر مشاكس. جد ماشي. الاكيل محمد عصام. انا اكيل ببطلش اكل شكل. خالص خالص بياكل. النايم. النايم نايم نايم طول الوقت عايز ينام. ممكن حسين فيصل. حسين فيصل. الطيب حليم. طيب حليم ماشي. العصبي جمال. احمد جمال. جمال. احمد جمال ده والله العظيم يا كابتن اللاعب الوحيد في مصر اللي بيلعب في كل مكان في الملعب. جوكر والله بالمعنى الحرفي كل حاجه يا كابتن. ما شاء الله. باك رايت باك ليفت ديفندر فورويد بيلعب كل حاجه ما شاء. المثقف احمد مصطفى. احمد مصطفى الكابتن راح الاخدود هو صح؟ مشي راح السعوديه. الخلوق. الخلوق الصباحي محمد. لا محمد الصباحي. محمد الصباحي الفرقة كلها محترمة حقيقي. لكن الهاني سليمان بقى الايه اديله انت لقب الهاني سليمان كل حاجة. الرايق ولا الفنان كل حاجة. خف دم في مصر. خف دم في مصر. انا بموت فيه الهاني سليمان والله العظيم. يا كابتن سليمان على انستجرام انا هو طول الوقت عمالين مش طبيعي في اوضة اللبس. مش طبيعي في اوضة اللبس. وكمان يا كابتن بيلم الفرقة يعني دوره مؤثر جدا في الفرقة. أيه. بيلم الفرقة واللعيبة كلها حواليه بصراحة. شخصية كويسة قوي الهاني سليمان. قبل أي ماتش ليكم بيروح منزل صورته بالجلابية يقول ربنا يكرمك يا هاني. ربنا يكرمك يا كابتن. طب أحكي لك موقف. هو احنا بنختم خلاص. هو كان مصاب وبره السكور. فصفحة النادي بتنزل ال 20 لعيب. فقام كاتب في الكومنتات ألف سلامة عليك يا هاني أنت مصاب. فظيع فظيع رايق بقى. كابتن أحمد حكم نجم سموحة نورتني وإن شاء الله الموسم اللي جاي كمان يكون أحسن وأحسن بالنسبة إن شاء الله. كابتن أنا مبسوط إني كنت مع حضرتك النهاردة والله ويا رب الحلقة تكون حلوة كده على الجمهور إن شاء الله. كانت حلوة بيكم. نورتني كابتن محمد عصام واستمتعت بوجودك معايا ومبروك الموسم الحلو اللي عملته وان شاء الله اللي جاي احسن كمان. مستني الانفجار لان الجمله دي هفتكرها دايما يعني. باذن الله ان شاء الله ربنا يبارك. السنه الجايه وهداف الدوري ان شاء الله يا مسهل. مبروك نورتوني. نورنا الكابتن احمد حكم والكابتن محمد عصام نجماه سموحه وانتم كمان نورتونا طوال هذه الحلقه كالعاده في برنامجكم الماتش. غدا باذن الله لقاء جديد اخير لهذا الاسبوع فحتى نلتقي تحيات كل فريق العمل وتحياتي هاني.